I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling, I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na. Yeah. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling, I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. I'll stop feeling. Welcome to my YouTube channel. عيش معنا اللحظة بتفاصيل. هيا بنا. Let's go. هيا بنا. شاطئ رأس الماء أو قبويوة من أهم شواطئ المنطقة الذي كسب شهرة واسعة داخل وخارج أرض الوطن بفضل صفاء ونقاء مياهه وكذا محافظته على شيء من الحشمة والوقار خاصة ببعض الأماكن كقمقوم الباز على سبيل المثال، مما يجعله الوجهة الأولى للعائلات المحترمة. فيه ينعم المصطفون بالراحة، الهدوء، الحياء، الوقار والاسترخاء. إنه شاطئ العائلات بامتياز في منطقة تعم بالأمان. I'm so broken, my wounds are open, my life is frozen. I need your help, 'cause people always let me down. I'm losing all my air right now, I'm suffocating, I might drown. I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na. ثلاث جزر مغربية محتلة في طي النسيان قبالة هذا الشاطئ الرائع. السؤال الذي يطرح نفسه، إلى متى؟ دعوكم نتعرف على هذه الجزر. تعد جزر تشفريناس أو جزر إشفارن باللغة الريفية، أو كما تسمى بالجزر الجعفرية كما هي واردة في الكتب والمصادر العربية، أو التسمية الإسبانية إسلاس تشفريناس، بمثابة أرخبيل مكون من ثلاث جزر صغيرة محتلة من إسبانيا، تقع في غرب البحر الأبيض المتوسط أمام سواحل إقليم الناظور
بالريف الشرقي، وتخضع لإسبانيا منذ عام 1848، وتعتبر هذه الجزر واحدة من الأماكن الخاضعة لسلطة الحكومة الإسبانية المباشرة، حيث أنها ليست تابعة لأي مدينة أو حكومة ذاتية محلية إسبانية. وتعود تسميتها باللغة الريفية لجزر إشفارن، أي جزر اللصوص، لاعتبارها كانت منطقة مفضلة في فترة من فترات الصراع وبروز نشاط القراصنة، فأضحت ملجأ مجموعة من اللصوص الهاربين من سلطة الدولة، اتخذت من هذا المكان محمية خاصة، فمنها تنطلق اتجاه عرض المتوسط معترضة السفن التجارية على الخصوص ومصادرة سلعها أو فرض إتاوات لإخلاء سبيلها. وهذه الجزر الثلاث هي: جزيرة عيشة، أطلق الإسبان عليها اسمها الحالي كونكريسو، وهي الأكبر من حيث المساحة في الطرف الأيسر، يبلغ طولها 900 متر وعرضها 400 متر. الجزيرة الثانية إيدو في الوسط، والتسمية الإسبانية لها إيزابيلا الثانية، وطولها 600 متر. وأخيرا الثالثة، جزيرة آسني الواقعة في الجهة اليمنى، والتسمية الإسبانية لها الري، أي الملك فرانسيسكو. يرجع المؤرخون اسم هذه الجزر إلى اللغة الأمازيغية القديمة، حين كان يطلق عليها جزر إشفارن، وهو الاسم الذي بقي محافظا على شكله ونطقه لدى الإسبان الذين ينادونها بإسلاس تشافاريناس. وتبعد الجزر بثلاث كيلومترات وخمسمائة متر من بلدة رأس الماء التابعة لمنطقة كبدانا إشبدانا الناظور. إلى متى؟ I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling, I need your help. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling, I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. أستغفر الله. Forgive me, Allah. I'm so broken. My wounds are open, my life is frozen, I need your help. My life is frozen, I need your help.